اختيار تنظيم هذه الفعالية في مؤسسة جامعية لم يكن اعتباطيا، بل حرصنا على تنظيمها في هذه الجامعة لكونها تضم الشباب الذين هم مسؤولو المستقبل، وهذا خيار قمنا به هنا في المغرب حتى ندرج أو نشرك الشباب وأيضا نجعلهم ملمين بالأخلاقيات الضرورية من أجل كل مجتمع ينعم بحياة حياة عادلة، وأيضا من أجل إشراك الشباب في الشأن المحلي. سيداتي سادتي، اليوم العالم يعاني أو يواجه تحديات كبيرة في ظل سياق تطرأ عليه مطالبات اجتماعية لها ذات طابع كلاسيكي ومبتكر، وفي أعلى هذه المطالبات هو رفض مختلف أشكال الفساد والزبون والمحسوبية التي تقوض تسيير الشأن العام، وبات المطلب ملحا بشأن حكامة رشيدة تمنح للجميع نفس الحظوظ، وأيضا تعين على التوزيع العادل للثروات. وأيضا المغرب حريص على جعل مسألة الفساد من أولى أولوياته، وأيضا انخرط في جميع المبادرات التي ترم مكافحة هذه الظاهرة. أفريقيا بفضل التنقيط 33% الذي أحرزته مؤشر ترانسبيرونسي انترناسيونال، أشار إلى أن أفريقيا تعاني بشكل كبير من هذه الظاهرة، وذلك من خلال هروب الرساميل والذي نهز خلال سنة 2020 89 مليار دولار، والذي يناهز 6% من الناتج الداخلي الخام للقارة. وعلما أن ظاهرة الفساد باتت مستشرية بشكل كبير، وذلك بفضل استغلالها للتكنولوجيات الحديثة، وهذا ما أعان على ابتكار سبل جديدة للفساد، وأعان أيضا على مزيد من تبييض وتهريب الأموال. إضافة إلى ذلك، فإن الأزمات التي يشهدها العالم تصعب مسؤولية مجابهة الظاهرة، بل على العكس من ذلك، فهي تمثل مخاطر جديدة بحكم أنها تشكل مجالا خصبا للمفسدين من أجل أن يفلتوا من العقاب، وتيسر لهم سلوكياتهم اللا أخلاقية والمنافية لكل القيم، والتي تضرب بعرض الحائط والتي تعينهم على التفلت من المراقبة الحكومية. سيداتي سادتي، فمن بين التحديات التي أو علما منا بالتحديات التي ينبغي أو ترزح أمامنا، فالعديد من الدول صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لا سيما سواء منها الدولية أو الإقليمية، وذلك في أفق إحداث تحالف يروم تضافر الجهود، تبادل الخبرات والممارسات الفضلى من أجل مجابهة التمثلات العابرة للحدود لظاهرة الفساد. وهذه من بين هذه المؤسسات الشبكة العالمية لمكافحة الفساد، وهناك أيضا شبكات فرع إقليمية وفرع وتحت إقليمية، كلها تروم مكافحة الفساد لا سيما في إفريقيا.
بعد التزامها خلال العقدين السابقين وإطلاقها العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، فالمغرب بدوره وبناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، فهو أيضا أعرب عن رغبته الصادقة والقوية في مكافحة الفساد والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد فقد أحدث العديد من المؤسسات وعزز من صلاحياتها لمكافحة الظاهرة. وفي هذا الصدد فاعتماد قانون 46/19 الذي يعنى بمكافحة الفساد، فهو هذا القانون يأتي لتتميم وتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، ويحدث مؤسسات أخرى تعنى بهذا الشأن وتعمل بناء على ما هو منصوص عليه في الدستور وبحسب التوجيهات المولوية لصاحب الجلالة. وهذا القانون فهو يحدد شروط المتابعة والتحقيق والتتبع ومواكبة ومراقبة وأيضا السلوكيات الفاسدة، وأيضا سيساهم في فتح الطريق نحو هذه الحقبة الجديدة التي ترغب فيها بشدة الحكومة وأيضا المواطنون. سيداتي سادتي، بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة خلال العشرية الأخيرة بمختلف تمثلاتها لمجابهة الفساد، إلا أنه ينبغي علينا أن نعاين أن النتائج المحصلة لا زالت تتعثر، وهذا من شأنه أن يقوض مستوى الثقة في المؤسسات المعنية والسياسات المعدة لهذا الصدد. وعليه يتعين علينا إدماج جيل جديد في هذه الحرب بناء على مقاربة جديدة باعتماد وسائل مبتكرة من أجل الإحاطة بالظاهرة وأيضا محاربته في الجيوب أو في المناطق التي يبرز فيها. هذه المقاربة ينبغي عليها أن تحدد أهدافا على المستوى المتوسط والبعيد، وأن تحدد أهدافا معقولة تنبني على الأهداف في أفق الحد أو الكبح من تفاقم ظاهرة الفساد، وبما يستجيب لمتطلبات وتطلعات المواطن، وأيضا من أجل حفظ مصالح الأجيال المستقبلية. سيدتي سادتي، إني جد مقتنع أن جودة وخبرة المشاركين ستتيح إقامة أو تقديم مداخلات من المستوى الرفيع تعين على إغناء مداركنا واستراتيجياتنا في مجال مكافحة ومجابهة الفساد في أفق خلق ديناميكية التعديل والتي تحتاجها بلداننا. هذه الدينامية التي هي تروم العمل المشترك والتكاملي بما تضمنه أو بحسب الأدوار والمسؤوليات التي يطلع بها كل واحد مع إشراك الشباب باعتبارهم الجيل القادم أو مسؤولو المستقبل. سادتي، فإن بمرور هذه المناقشات وبتوالي النقاشات خلال هذه الجلسات، أكيد أن ستبزغ العديد من الأفكار والحلول.